ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشرح حاجة مهمة جدا في الهيماتولوجي والفارماكولوجي والفيسيولوجي، اللي هو البلاد كواجوليشن، اللي هو تخثر او تجلط الدم. يعني ايه كده بالبلدي تخثر او تجلط الدم؟ لو دي طبقة الجلد بتاعتنا وحصل في الجلد بتاعنا كده جرح بسيط او قطشة بسيطة، هتبدأ الحتة دي تنزف، او لو الجرح مش جامد قوي تبدأ تحمر او تلتهب، مش شرط انها تنزف. فلو حصل في نزيف في حتة بسيطة كده في الجلد، الحتة دي بعد فترة هتعمل قشرة، تعمل قشرة. بعد ما تعمل قشرة تبدأ القشرة دي تتماسك، تبقى قوية، وبعد كده بتقع وتبقى عادية خالص، وكأن مفيش حاجة حصلت في الايه، في الجلد بتاعنا. فدي العملية اللي احنا هنتكلم عليها، ازاي جسمنا بيجلط الدم. لو مفيش العوامل اللي بتساعد على تجلط الدم، كان زمان اي نزيف سبب لنا موت، لان انت خلاص مفيش حاجة توقف النزيف عندك في جسمك. فمن حكمة ربنا ان في حاجة اسمها blood coagulation، في حاجة ميكانيزم بتاعها، الآلية بتاعتها هنعرفها، بتاعة تخثر او تجلط الايه، الدم. داخل في العملية دي مور زان 50 substances، داخل فيها اكتر من 50 مادة اللي هي بتؤدي الى ايه، البلاد كواجوليشن. سواء المواد دي كانت موجودة في البلاد او في التشو. مواد زي ايه؟ مواد زي الكالسيوم مثلا، الكالسيوم بيأثر جدا في عملية الكواجوليشن، الكلور، الصوديوم، عناصر فيتامين كي اللي موجود في الدم بيأثر. بقول لك مور زان 50، لو قعدت عد مش هنخلص. في حاجات تانية كيميائية زي التكلوبيدين، زي الكلوبيدوجريل، حاجات تانية كتير طبعا بيتعمل منهم أدوية. المواد دي مش موضوع. يبقى انت عرفت ان داخل فيها اكتر من 50 ايه، مادة. في مواد بتساعد على تخثر الدم، بسميها برو كواجلنت. تمام. وفي مواد تانية لا تساعد على تخثر الدم او تمنع تخثر الدم، اللي هي بين قوسين كده بتسبب سيولة في الدم. المواد دي اسمها انتي كواجلانت. تمام يا جماعة، لازم يكون في بالانس في جسمنا بين النوعين دول، البرو كواجلانت والانتي كواجلانت. تمام، تعال بقى نخش على حاجة مهمة جدا، وهي الكلوتينج فاكتورز. الكلوتينج فاكتورز في طريقة كده نمكس كده لحفظها، انا من تأليفي يعني، اغنية كده بسيطة. فادي بياكل سمكة كبيرة، ليمون وسلطة وأرز بالكاري، باور بلازما هايج فحت. تمام. فادي بياكل سمكة كبيرة، السمكة دي محتاجة ايه؟ محتاجة ليمون وسلطة ورز بالكاري، محتاجة ليمون صح، وبعدين سلطة، طبق سلطة كده محترم. واكيد السمك مش هيتاكل من غير رز، والرز يا سلام لما يبقى ايه، بالكاري. ونتيجة الأكلة دي هيبقى يديله باور بلازمة هايج فحت، باور بلازمة هايج فحت. تعال ناخده بقى كل حرف ونترجمه بفاكتور. أول حاجة عايزك تعرفها إن علامة الفي
بتساوي 5، علامة الإكس بتساوي 10 في الأرقام اللاتيني. لو على الشمال يبقى ماينس، على اليمين يبقى زائد، تمام يا جماعة؟ يبقى بلس. يعني ايه على الشمال؟ يعني مثلا لو لقيت كده في وجنبي شمالها عمود واحد، يبقى ده رقم كام؟ ده يبقى رقم 4. لو لقيت اكس وجنبيها واحد يبقى رقم 10، ناقص واحد يبقى 9. لو لقيت الاكس جنبيها واحد كده يبقى كام؟ 11. تمام، حلو الكلام. كتبت النغمة دي عشان همسحها. فادي بياكل سمكة كبيرة، ليمون وسلطة وأرز بالكاري، باور بلازما هايج فحت. تمام، تعال بقى نفصص الأغنية بتاعتنا. أول فاكتور، أول عامل بيأثر في عملية تخثر أو تجلط الدم، فادي صح؟ اللي هو فيبرينوجين. رقم 2 خليها هنا كده عشان المكان. رقم 2، فادي بياكل ب بروس رومبين، بروس رومبين، بروس رومبين. تمام، رقم 3، فادي بياكل سمكة، سمكة سورومبو بلاستين، اهي تيشو سورومبو بلاستين. تمام، سورومبو سمكة. تمام يا جماعة، والسورومبو بلاستين ما بينتج في التيشو. رقم 4، فادي بياخد سمكة كبيرة كالسيوم، ليمون في، خلينا هنا في ليبل فاكتور. تمام يا جماعة، ايه الأرقام ايه علشان ما تتلخبطش؟ في دي اي في يبقى 1 فيبرينوجين، 2 بروس رومبين، 3 تيشو ثرومبوبلاستين، 4 الكالسيوم، 5 ليبول. يبقى ليمون وسلطة، سلطة يعني ايه سلطة؟ يعني ستيبل. يبقى رقم 6، سوري رقم 7، مفيش 6، هقول لك ليه دلوقتي مش 6. ستيبل فيكتور، رقم 7 ستيبل فيكتور، رقم 8 رقم 8 اللي هي ايه؟ أرز، أرز بالكاري صح؟ أرز أنتي هيمو فيليك. تمام، أنتي هيمو فيليك ايه؟ فيكتور، إكس جنبها 1 يعني 9، كاري، كاري كريستمال، كريستموس. تمام، كريستموس. كريستموس فاكتور. تمام، ده رقم كام؟ 9. رقم 10 اكس، رقم 10 باور، باور فيكتور، باور بلازم، باور فيكتور. رقم 11، رقم 11 بلازم،
بلازما، ثرومبين، انتي سيدنت. تمام، دي ان يبقى بلازما ثرومبين انتي سيدنت. تمام، فاضل اتنين صح، اللي هما ايه 12 و13. 12 اكس على 200، 13 اكس 3 على 100. تمام كده يا شباب، 12 هايج صح، هيجمان فيكتور، فحت فيبرين ستابيلايزنج، مثبتات الايه الفيبرين. تمام كده شباب، دي كده الايه ال13 فيكتور. طبعا في فيكتور مش موجود اللي هو رقم 6، فهم بيعتبروا 13 مش 12، عشان واحد يجي يقول لي 1 2 3 4 دول 12، لا هم 13. ده غير طبعا في فيكتور مهم جدا مش مذكور اللي هو فيتامين كي، ده مهم جدا في تجلط الدم، ليه دور فعال جدا. ده حتى في أدوية بتقول لك انهيبيتورز للفيتامين كي، بتثبط عمل الفيتامين كي، فبالتالي بتمنع الليلة دي كلها. تمام كده احنا خلصنا الكلوتينج فاكتورز، معلومة مهمة جدا ان الكلوتينج فاكتورز دي كلها معظمها بيسينتسايزد في الليفر، بينتج فين في الليفر، مش كلها لا معظمها، علشان في اتنين مش بينتجوا في الليفر، زي مين؟ زي الكالسيوم. الكالسيوم ده فين؟ في الدم. الكالسيوم ده في الدم، الباقي كله بينتج في الليفر. تمام، والتشو ثرومبوبلاستين، هي اسمها تشو ثرومبوبلاستين، هتنتج في الليفر؟ لا، في الايه، في ده بروتين في البلازما، تشو ثرومبوبلاستين ده بروتين في البلازما. تمام، ما عدا ذلك كله في الليفر. تمام يا شباب، في حاجات تانية بقى في جدار الايه الليفر في الاندوثيليال. تمام، مش موضوعنا يعني. طيب في شوية اسئلة كده ترو اند فولس، عايزك تشاركني اجابتها كده لما تبقى فاضي، بس البلوكو حساب التويتر مثلا تبعتولي عليه الإجابات أو الجيميل. ترو أور فولس، يلا دكاترة. بيقولك most of clotting vectors synthesized by hepatocytes، صح ولا غلط؟ دي رقم واحد. رقم اتنين بيقول لك blood coagulation process may happen without مثلا IV vector، صح ولا غلط؟ تلاتة clotting vectors mean that blood changes from a liquid to أجل، صح ولا غلط؟
أربعة ويزود بلد كلوتينج وي وود بي ات ريسك اوف بليدنج تو ذس نزيف لحد ما نموت from a simple cut صح ولا غلط الكلام ده تمام هسيبك تجاوب عليها كده على رواقة مع كوباية القهوة فنجان القهوة كده المظبوط اللي بيقول عليه ايه فنجان قهوة مثلا مانو انا بحبه سكره زيادة شوية واديني يا معلم بقى الايه الاجابات وابعت لو متأكد ما تبعتش لو متأكد لو انت شور قوي من نفسك خلاص في فيكتور من الفيكتورز دي اللي هو رقم 8 اللي هو في اللي هو انتي هيموفيليك الانتي هيموفيليك لازم علشان يحصل له اكتيفيشن علشان يحصل له اكتيفيشن لازم يرتبط لينك تو حاجة اسمها فان وايل براند فاكتور عامل هو مش عامل هو يعتبر كوبريت يعني عامل مساعد لازم يرتبط مع الفاكتور الثامن علشان يأكتفه تمام اسمه فان وايل براند تعالى بقى ناخد فكرة كده عن الفان وايل براند فان وايل براند فاكتور فان وايل براند فاكتور ده جلايكو بروتين جلايكو بروتين يعني ايه جلايكو بروتين نقسم الجملة المقطعية جلايكو وبروتين بروتين يعني ايه برافو يعني امينو اسيد فهي بروتينات which contain oligosaccharide chains هكتبها لك هي بروتينات proteins which contain ايه بقى ها oligo مش هتاخد أوليجو ساكرايد تشينز سكريات يعني اتاتشد تو امينو اسيد تمام ده الجلايكوبروتين باختصار يعني بيتنتج منين الفانويل براند دي خلي بالك عامل مهم جدا وفي ادويه بتقول لك ايه احنا نثبت عمل الفانويل براند فبالتالي نثبت عمل الفاكتور رقم 8 فبالتالي عمليه الكوجليشن مش هتتم تمام يا جماعه ايه امينو ايه سكريات متصله بالامينو ايه الاسيد بالحمض الايه الامين اللي هو وحده بناء البروتين فده تعريف الايه الجلايكوبروتين طبعا الفان وايل براند دي سينتسايزد فين في الاندوثيليال سيلز والبليتلتس في الاندو سيليال سيلز وفي البليتلتس تمام يا جماعة تعالى بقى نخش على اهم جزئية وهي الميكانيزم الميكانيزم او الباس ويز طريقة تجلط الدم او خطوات تفعيل عملية تجلط الدم نخش على الميكانيزم وطريقة
حصول عملية التخثر أو التجلط مهمة وبتيجي في امتحاناتين. أولا عايزك تعرف حاجة، إن الأول فاكتورز بتاعت تجلط الدم بتبقى في حالة إن أكتف، بتبقى غير منشطة أو غير مفعلة في الدم، يبقى هي الفاكتورز دي سايقة الهبل كده في الدم بس مش شغالة، مش متأكتفة. ليه؟ لأن من حكمة ربنا إن الحاجات دي لو متأكتفة هيجيلي جلطات في جسمي والدم يقف، ما هي هتجلط لي الدم اللي ماشي شغال، صح ولا لأ؟ فهي من حكمة ربنا ما بتشتغلش إلا لما يحصل إيه؟ بليدنج، أوفر بليدنج، نزيف في الأوعية الدموية والشرايين والكلام ده كله، تبدأ تشتغل الفاكتورز دي. تمام؟ يبقى دي معلومة مهمة جدا. تعال بقى نشوف الحاجات دي بتتأكتف ازاي، الحاجات دي بتشتغل ازاي الفاكتورز دي. أولا في مسارين لتخثر الدم، مسار خارجي اكسترينسنج، اكسترينسنج باسو، وفي انترينسنج باسو. معلومة لازم تعرفها، ان الاكسترينسنج باسوي ده لو انا عندي الجلد اهو، حصل لي جرح هنا والنزيف اهو، هو ده اللي بيتدخل الاول، بيعمل لي طبقة رقيقة يوقف بيها على قد ما يقدر النزيف، ويجي بعد كده الانترينسنج ده يخفي خالص الايه اثر النزيف ده، اثر الجرح ده. يبقى انا اول حاجة اكسترينسنج بياخد مدة صغيرة خالص، ثواني، علشان يبعت لي الإشارات ويعمل العملية دي كلها. الاكسترنسنج ده ما بياخدش ثواني، الانترنسنج بيطول لأن هو بيشتغل بعد الاكسترنسنج على مهله بقى، خلاص النزيف إيه سيطرنا عليه، يبدأ ده يكون طبقة أقوى. تمام يا جماعة؟ يبدأ ده يكون طبقة إيه أقوى. بيقول لك إيه؟ بيقول لك في الاكسترنسنج needs only فيكتور رقم 3، اللي هو التشو، اللي هو التشو ايه ثرومبوبلاستين، صح ولا لا؟ يبقى انا في الاكسترنسك محتاج بس فيكتور رقم 1 عشان ايه يشتغل، ماشي. وده الفيكتور رقم 3 ده released from injured tissue، خارج منين؟ من ال injured tissue. دي ال injured ايه؟ دي ال injured tissue، هتبدأ تطلع لي tissue ايه thrombobulastin، يعمل لي عملية ال extrinsic ايه بس. ال intrinsic بقى محتاجة needs all vectors. شفت بقى؟ محتاجة كل الايه العوامل علشان تساعد عملية الايه الانترنت، وهنعمل مقارنة بس في النهاية دي بتكمل دي. Both of these pathways are complementary. يعني ايه complementary؟ يعني بيكملوا البعض. تمام يا جماعة؟ تعالى بقى نشرح آلية عمل كل واحدة من دول، معلش طولت عليكم، أنا آسف. نبدأ بالإنترنسنج عشان هي سهلة شوية، والاتنين سهلين مفيش حاجة صعبة بإذن الله. أول حاجة انا عايز اشغلها رياضة علشان تبقى سهلة معاك. علشان تتخثر الدم او يحصل تجلط للدم محتاج فيبرين، محتاج
ثرومبين، محتاج بليتلت، تمام؟ محتاج 3 حاجات دول، افتكرهم كويس علشان انا لو وصلت لهم في اخر المخطط يبقى انا كده ماشي صح. فيبرين، ثرومبين، بليتلت، تمام. اول حاجة علشان تبقى انت ماشي بالمسارين مظبوط، انا هعمل مسار كده ومسار كده وهيتقابلوا في النص، بعمل كده 10، تمام. وبتبدأ بالإكسترنسك، نبدأ بالإكسترنسك. ايه يا جماعة إكسترنسك؟ إكسترنسك بادئ بالتيشو صح؟ تيشو ثرومبوبلاستين، التيشو ده كان رقم كام؟ كان العامل رقم 3، تمام يا جماعة. العامل رقم 3 هيتنشط، هيبقى اكتيف، ولما العامل رقم 3 يبقى اكتيف هينشط لي العامل رقم 7، تمام. 7، جميل. ولما العامل رقم 7 يبقى اكتيف هينشط لي العامل رقم 10، حلو. احفظها ازاي؟ الاكسترنسك بتحصل في التشو، والتيشو دي رقم 3، 3 و7 10، سهلة ولا صعبة؟ سهلة خالص اهي، يبقى 3 و7 10، وهنا بتتم العملية دي في وجود الكالسيوم كعامل مساعد، من غير الكالسيوم مش هيحصل اكتف لرقم 10 اللي هي الباور فاكتور، تمام يا جماعة؟ سهل لحد هنا؟ أظن سهل. هنبدأ هنا نعمل سهم كمان، 10، 10 على 5 فيها الاتنين، ألا فين الخمسة دي؟ أهي الخمسة عامل مساعد، سهلة كده، أنا ماشيها رياضة. 3 و7 10، 10 والخمسة عامل مساعد، 10 على 5 فيها الاتنين، الخمسة هيبقى عامل مساعد اللي هو الليبول فاكتور، تمام. 5 ومعاه برضو كالسيوم، قال لا ده الكالسيوم موجود عامل مساعد في حتتين لحد دلوقتي، تمام. هيتحول لرقم 2، رقم 2 لما يبقى اكتف، رقم 2 ده الايه؟ البروثرومبين. رقم 2 ده هيتحول لايه؟ هيتحول ليه؟ 2 اكتف يعني ثرومبين. اي حاجة لما بتتاكتف يا جماعة بتتغير، يبقى ده يبقى ايه؟ ثرومبين مش بروثرومبين، حلو الكلام. ورقم 2 اللي هو الثرومبين ده دلوقتي متاكتف، ياكتف لي رقم 1، يبقى الثرومبين هياكتف لي رقم 1 يخليه ايه؟ اكتف، هيديني ايه؟ هيديني ده فيبرينوجين، لما يتاكتف هيديني فيبرين اكتف، تمام. حلو الكلام كده. يبقى انا طلعت كام سهم من رقم 2؟ 1 اهو، وواحد كمان هيأكتف لي رقم 13. رقم 13 لما يتأكتف هيعمل لي حاجة اسمها كروس لينك بين الفيبرين. لو انا عندي الجرح اهو، نزيف اهو، بالك، ودي الثرومبين والبليتلتس والدنيا دي كلها، ده هيثبت رقم 13، ده هيثبت، هيعمل كروس لينك بين الفيبرين. حتى لو جيت في رقم 13 تبص عليها هتلاقيها اسمها ايه؟ هيك فحت فيبرين ستابيلايزنج فاكتور، صح ولا لا؟ تمام. يبقى انا تاني
الاكسترينسنج عند التشو 3، ودتني الرقم 7. 7 لما اتاكتفت بقت 10، 3 و7 10. وفي وجود الخمسة عامل مساعد والكالسيوم اداني رقم 2. رقم 2 اتاكتف اللي هو البروثرومبين، بقى ثرومبين. الثرومبين راح لرقم 1 اكتفه بقى فيبرين، ورقم 2 اللي هو البروثرومبين لما بقى ثرومبين اكتف لي رقم 13 اللي هو الايه الفيبرين في ستابلايزنج فاكتور، فعمل لي كروس لينك بين الفيبرين. سهلة، 10 على 5 فيها الاتنين، واتنين وزعناها على 1 اللي أقل منه درجة و13. سهلة كده الاكسترينسنج، سهل. نخش على الانترينسنج الداخلية اللي بتاخد وقت أطول. الانترينسنج بقى هنبدأوها من ورا، يعني من ايه، من الكبير. احنا كتبنا 13 خلاص، يبقى نخش على 12. نكتب 12 ماشي، بعد اذنكم يعني 12. 12 هيروح لرقم 11، يكتف لي رقم 11 اكتب ام تمام. و11 يروح ل10، لا 10 مكتوبة، يروح لمين؟ ل9. و9 تروح لمين؟ ل10. برافو عليك. و9 تروح لمين؟ ل10. يبقى 12 و12 راحت للي اقل منها 11، 11 راحت المفروض ل10، مفيش 10 يبقى 9. 9 راحت ليه؟ ل10. كلهم يؤدي لنفس الطريق، طريق مسدود. 9 اللي اقل منها ايه؟ 8. طب ال8 مش مكتوبة دي قبل في الليلة دي صح؟ فهي عامل مساعد. فاكر الفاكتور رقم 8 ده قلنا عليه ايه؟ قلنا عليه ان هو ما بيشتغلش غير مع الفان وايل براند، وايل براند فاكتور، فان وايل براند فاكتور ما بيشتغلش غير بيه. لازم الاتنين يرتبطوا مع بعض علشان يساعدوا عملية الاكتيفيشن دي تمام. فهي عملية معقدة الانترينزنج دي، شايف هنا لازم يحصل لينك، وهنا لازم يحصل عامل مساعد، وفي عوامل مساعدة على كل سهم وموال. انما دي في السالك، التشو هتروح لرقم 7 خلاص، 10 سلك، انما دي طويل تمام يا جماعة. طبعا ده هنا قبل 12 هنا محتاجين كولاجين تمام، مهمة المعلومة دي، محتاجين كولاجين، محتاجين كمان فوسفو لايبيدات، فوسفو لايبيدز تمام، علشان تتم عملية الاكتيفيشن للرقم 12 اصلا. فعملية معقدة نسبيا، مفيش حاجة معقدة ولا حاجة، يعني كله سهل ان شاء الله. حلو الكلام دي كده الايه الانترنسيك تمام. بيقولوا على الاكسترنسينج بروس رومبي بيقولوا عليها بروس رومبين، بيقولوا على الانترنسنج باراشيال، باراشيال ثرومبو بلاستي تمام. حتة كده في مجال التحاليل هنا علشان يعرف اذا كانت الباسوي الاكسترنسك ده شغال كويس ولا لا، بيعمل له تحليل اسمه بروسروم بين تايم بي تي. هنا في الانترنسنج علشان يكتشف الوقت بتاعه المحدد لو زايد او ناقص، بيعمل تحليل اسمه بي تي تي باراشيال ثرومبوبلاستين تايم تمام. ده تحاليل كده يعني ايه، حاجة كده في مجال الايه اللاب، سيبك منه مش موضوع. في أدوية، في أدوية تلعب على الاكسترينسينج، تلعب على الانترينسينج
لو بنتكلم على الوارفرين، دواء زي الوارفرين، دواء مشهور جدا، وارفرين، الوارفرين ده مثبط لفيتامين كي، مثبط لإيه؟ لفيتامين كي. خلي بالك فيتامين كي عامل مساعد مهم جدا في الكلوتينج ميكانيزم او الكلوتينج باسوي، تمام. الوارفرين بقى بيعمل ايه؟ بيمنع او بيوقف عمل فيتامين كي، فبالتالي هيوقف عملية تجلط الدم، فيساعد على نسبة الايه، يرفع نسبة الايه، السيولة، تمام. في واحد يقول لي طب بما انك انت بقى بتتكلم عن تجلط الدم والسيولة، طب ما انت ما جبت سيرة الكينج بتاع السيولة، اسبرين. اسبرين اللي هو عنوان القناة، اسم القناة اسبرين. جبت سيرته ليه يا عم في السيولة؟ أقول لك لا، الأسبرين ده مش بتاع سيولة من الدرجة الأولى، يعني ده حاجة نون ستيرويد أنتي انفلاماتوري دراجز، نون ستيرويد إن سيدز يا عم، نون ستيرويد أنتي انفلاماتوري دراجز، ده مسكن وخافض للحرارة، تمام، ملوش دعوة يعني. هو ممكن يؤدي الى نسبة سيولة بس مش هو ده، لا، ده الاسبرين للبرد، للكحة، للكلام ده، بس هو مش دوره ان هو يلعب في عملية الكلوتينج ايه، ميكانيزم. انت عندك دواء زي الهيبارين، دواء زي الهيبارين ده بيوقف الكلوتينج ايه، ميكانيزم، بيوقف الكلوتينج ميكانيزم، فبالتالي بيزود السيولة، يبقى الهيبارين بيزود السيولة، ماشي، بيدوه في حالات ال اي اف، تمام، والهارت ديزيز والستروكس والكلام ده كله، الستروكس مش الستروكس التاني، تمام، عشان الناس متفهمنيش غلط. طيب حاليا اشهر المواد، علشان الناس بتاعت الفارما برضو ما تزعلش مننا، اشهر المواد اللي بتزود السيولة وتمنع تجلط الدم، مادة اسمها ريفا روكسابان، ريفا روكسابان، تمام، وفي دواء يعني اسمه اكزيريلتو، اكزيريلتو، تمام. ده اشهر مادة موجودة حاليا في الاسواق، يعني ده اللي بيسعفوا بيه الناس في الطوارئ، الناس اللي هي جاية عندها ايه، اعراض الجلطة، عارف طبعا انت اعراض الايه، الجلطة بيقولوا عليها فاست، تقريبا الفيس نصه ما بيتحركش، الارم، الدراع ما بيتحركش، الدراع بيتحرك كده، تمام، مش وقته فيرست ايد دلوقتي كده. احنا خلصنا الباس واي، عايزين بس نعمل مقارنة كده جميلة بين الاكسترينسينج والانترينسينج وننهي بيها الشرح، تمام يا شباب.